ضيفنا الكريم الصحفي في جريدة الأيام الأستاذ عنان شحادة عبر الخط الهاتفي. أسعد الله صباحكم بكل الخير أستاذ عنان. صباح الخير أخت وفاء، صباح الخير لكل متابعين، الرحمة للأقرب منا جميعا، الشهداء والشفاء لجرحانا والإفراج عن أسرانا البواسل. اللهم أكون مع إخواننا في قطاع غزة وخفف من ألام معذباتهم وانصرهم يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم آمين. آمين. اللهم آمين. يعني أنت أستاذ عنان تحدثت بإسهاب وبتوضيح التفاصيل المتعلقة حول مشاركة فلسطين في كأس آسيا التي تستضيفها قطر هذه المرة، ورغم الصعوبات السياسية والاقتصادية إلا أنك أكدت على أن لهذه المشاركة التي ستكون خلال الفترة من 12 يناير كانون الثاني الحالي حتى 10 من شباط فبراير المقبل لها مزايا ولها أيضا دعم للقضية الفلسطينية وربما كذلك تسليط أكثر لما يحدث في قطاع غزة. حدثنا أكثر عن وجهة نظرك وكذلك كما تقرأه من دفعات وعالم الرياضة على وجه التحديد، تأثيرها الإيجابي على العالم الرياضي الفلسطيني على وجه التحديد. يعني بداية نخطف مرة أخرى نجدد التحية لك ولكل المتابعين. يعني أعتقد أن الشعب الفلسطيني إن تحدثنا ربما نتحدث الكثير والكثير، وبالتالي لا يقتصر الشعب الفلسطيني في نضاله على جانب دون الجانب الآخر. الشعب الفلسطيني فرض عليه واقع مرير وهو أهل لذلك وعلى قدر مسؤولية، وبالتالي جراء ما يتعرضه الآن إخواننا وأحباتنا في قطاع غزة وأيضا في الضفة الغربية، وهذا الإعلام الزخم الإعلامي الذي يتناول هذا العدوان، الجميع أصبح أمام حقيقة وأمام مشهد مؤلم لما يجي من قتل وتدمير في الأراضي الفلسطينية. فكيف للرياضة أيضا عندما تكون مشهد حي أمام الملايين والملايين والتي تعتبر هي جسر التخاطب والتحاور والحديث بين شعوب العالم تكون حاضرة في العرس الرياضي الآسيوي المتمثل في أمم آسيا 2024 في قطر، وبالتالي هذه فرصة أعتقد لأن تضع العالم أمام عظمة هذا الشعب رغم آلة القتل والتدمير لشعب الفلسطيني والذي ذهب حتى الآن في إبادة غزة أكثر قرابة 23 ألف شهيد وأكثر من 85 ألف جريح، يقف الآن على مستطيل أخضر يرفع العلم الفلسطيني ينشد النشيد الوطني الفلسطيني، وبالتالي الجميع سيقف أمام حقيقة هذا منتخب فلسطين، وبالتالي عندما نقول منتخب فلسطين إذن على هذه الأرض ما يستحق الحياة، وبالتالي هذا سيكون رسالة قوية وصارخة إلى العالم أن هذا الشعب رغم أنه لوحده يقاتل ويقتل في هذه الحرب إبادة إلا أنه مصمم على أن يمارس حياته اليومية كالمعتاد. فالرياضة هي شكل من أشكال النضال الفلسطيني اليوم، وبالتالي أنا بقول هذا صاروخ سيكون موجه للعالم خلال هذه المشاركة بأن فلسطين حاضرة، وإن حاول الجميع تغييب هذا الكيان وهذا الاسم إلا أنه قادر على تحدي كل الظروف والتواجد في كل المحافل والمناسبات الدولية والعالمية والإقليمية. هذا من جانب الوجه السياسي، ولكن أخت وفاء يعني من جانب الرياضي أعتقد نعم. عندما تحدثنا كثيرا عبر شاشتكم وكثيرا وقلنا بأن الهدف الرياضي كان من خلال منظومة رياضية وسياسية التي وضعت هو بناء إمبراطورية رياضية. ربما الجميع الآن يتحدث أي إمبراطورية تتحدث عنها، لكن علينا أن نقف أمام مشهد أننا نتعرض إلى ظروف اقتصادية وسياسية حتى عالمية صعبة، ورغم ذلك نحاول ومن اجتهد فله وأصاب له أجرا ومن أخطأ فله أجر واحد، وبالتالي يعني وصولنا إلى أمم آسيا للمرة الثالثة على التوالي بعد 2015 و2019 في الإمارات الآن 2024 أعتقد هذا إنجاز كبير، ولكن لا أريد أن أعطي المشهد صورة وردية بأننا يعني قادرون على قهر الإمارات وأيضا قهر إيران وهونغ كونغ والفرق المختلفة، ولكن أنا أعتقد وأجزم القول في هذا الأمر
أن غزة ستكون حاضرة والضفة الغربية وفلسطين في مشهد في مربى الذي سيكون موجه للاعبي فلسطين لأن يروا في هذا المرمى مشهد فلسطيني، سيكون هناك قوة وإرادة وتصميم حتى يعطي صورة مشرفة. لا نريد أن نؤكد بأننا وصلنا إلى درجة عالية من المستوى والأداء، ولكن أنا بقول رغم كل هذه الظروف نحن نجتهد ونقول بأننا سنبقى حاضرين في هذا المشهد، وهذا أكبر إنجاز، ولا نريد أن نقول أننا ذاهبون إلى نيل اللقب. وإن كان في كرة القدم لا يوجد مستحيل، أعتقد وجودنا في هذا العرس الرياضي الآسيوي سيكون هو إنجاز كبير ولقب بحد ذاته وشرفا ووفاء للدماء التي نزفت في غزة والأراضي الفلسطينية. وبالتالي علينا أن نكون أكثر واقعية ونقول أننا لم نصل إلى المستوى المطلوب. هناك بعض اللاعبين ربما من اعتقل أبناؤهم أحباؤهم أصدقاؤهم أهلهم، هناك من قتل استشهد يعني من إخواننا في قطاع غزة اللي عمالهم بيلعبوا في المنتخب، وبالتالي السياسة تكون صعبة. لكن أنا بقول براهن الشعب الفلسطيني اللي دائما يتحدى الآلة الاحتلالية قادر أن يعطي وأن يجسد بطولة أيضا داخل المستطيل الأخضر. أيضا نذكر فيما يتعلق وأن هذه البطولة هي كذلك الحال من شأنها أن تسلط الضوء على ما يحدث في قطاع غزة، ودائما وأبدا نقول الرياضة رسالة عالمية نستطيع من خلالها تدويل القضية الفلسطينية بأي شكل من الأشكال. نحن يجب أن نكافح ونناضل وأن نمثل الكل الفلسطيني في مختلف المحافل الدولية دولية، ثقافية، رياضية، كذلك في الإبداع، في أي جانب من الجوانب، حتى نقول لهم من نحن كفلسطينيين وحول القضية الفلسطينية، وأننا نستطيع وأننا قادرين أيضا بنفس الوقت. إجمالا نحن نتمنى كل التوفيق لفلسطين والمنتخب الفلسطيني، ونأمل إن شاء الله أن يمثل فلسطين بشكل أكثر من رائع، وكذلك أن يتم تسليط الضوء كما ذكرت أستاذ عنان حول القضية الفلسطينية رغم الصعوبات السياسية والاقتصادية التي نواجهها. نعم، احنا يجب ان نكون رحماء، اذا رب العالمين رحيم بعباده يجب ان يكون عندنا يعني ان نكون رحماء في بيننا. أكيد. علينا الا نجلد المنتخب الفلسطيني الاول اكثر يعني مما نحن به، وعلينا ان تكون اقلامنا هو اعطاء الدفعة لهذا اللاعب اللي ترك عائلته يعني لا يعرف ربما يرجع، لا سمح الله بقول أخو معتقل بيته مدمر وإلى غير ذلك واعتقالات، ويجب علينا أن نسلط بالكلمة بالقلم حتى بأقل القليل أن نجحد الهمم لهؤلاء اللاعبين وأن نقول لهم سيروا بأي نتيجة حضرت نحن نقول حققنا إنجاز. وبالتالي إن قارنا أمام الإمكانيات لمنتخبنا والمنتخبات الأخرى أعتقد إمكانية ستكون القلة القليلة 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 أمام إمكانيات أخرى مثل أستراليا إيران وقطر والسعودية والإمارات والبحرين وغيرها من المنتخب. ولكن علينا أن نقف أن كما هي كرة القدم يعني تقارب، كرة القدم أيضا أصبحت تقطع للمزاجية السياسية، يعني عدد من اللاعبين ربما تعرضوا إلى محاكم لمجرد تعليقهم على التواصل الاجتماعي كما حدث مع اللاعب الجزائري يوسف عطار اللي توقف في فريق نيس وسجن مع وقف التنفيذ لزمن شهور وقرم ب 45 ألف يورو مقابل إنه إطلاما مع شعبه. صحيح صحيح. وبالتالي إحنا نريد أن نؤكد من خلال هذه المشاركة أن نترك الرياضة على جانب وأن نجعل منها رسالة سياسية. إذا كان هناك من يقف أمام يوسف عطال وغيرهم من أجل الحد من أن يبرز العلم الفلسطيني وأيضا الشعارات الفلسطينية، علينا أن نؤكد هذه البطولة هي ستكون منفذ أيضا لكل عضو في المنتخب الفلسطيني لأن يبرز القضية الفلسطينية ومعاناتنا أكثر وأكثر، وهذا ستكون رسالة واضحة. دائما نقول نحن كتب علينا قدر بأن نكون
ممارسين للنضال في كافة مجالات الحياة دون استثناء. وهذا أتمنى لهم كل التوفيق. نعم، وإجمالا نحن نتمنى إن شاء الله كل التوفيق. أشكرك جزيل الشكر، الزميل الصحفي في جريدة الأيام أستاذ عنان شحادة، شكرا جزيلا لك.